السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مشاهدي ومشاهدات الكرام الاوفياء لقناه قفطان لولو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو الطريقه باش نخدموا ضرس العين والحاجب. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ندوزو دابا للضرس ديالنا باش نبداو على بركه الله. اذا ضرس العين والحاجب كما كتشوفوا امامكم كيجي على هذا الشكل. هذا هو مزيج بين ضرس المغلف وضرس القوس وضرس الشويكه. كما قلت لكم من قبل بالنسبه للمبتدئين، اي ضرس شفتوه كيف ما كان النوع ديالو، الا كنتو كتعرفوا تخدموا هاد الشويكه وكتعرفوا ديروا الحبكه وكتعرفوا ديروا القويصات والضرس ديال الهاره، يعني هاد التشكيله هادي يمكننا نصنعوا منها بزاف ديال الاشكال ديال الضرس، ومنهم هاد العين والحاجب. كما كتشوفوا امامكم هو هذا، وكيمكننا غادي نديروا ان شاء الله الجزء الثاني اللي غادي يكون فيه الكبيبر وغادي يكون على شكل هاره. وباش تبعوا معايا الخطوات خليكم معايا باش نشوفوا الطريقه. اذا على بركه الله غادي ناخذ انايا ليبرا. انا من قبل راني باديه، هذا كم باديه انايا ديال القفطان باديه، وخليت لكم هاد لابارتي هادي يعني باش نكملها معاكم، وفي نفس الوقت غتشوفوا الطريقه كيفاش. هنا الخيط مازال راني مركبه باش غادي نبدا على حسب. بالنسبه للحرف ديال الراندا اللي ما كيعرفش يخدم الراندا، بالعكس اللي الناس متخوفين منها، عندنا واحد الثقيبات في الجنب كيساعدونا على الحساب. بالعكس يعني هنا غادي ناخذ انايا دائما بين هاد الوحده والوحده كنخليو واحد العضه هنايا فراغ. علاش كنخليو هاد الفراغ؟ باش ملي نكونو دايرين بهاد الشويكه كتساعدنا، كتعطينا الطوع باش كنبقاو غاديين. نبداو هادي الغرزه الاولى، غادي نخليو هادي وغنزيدو حدا الثقيبه اللي قدامها الثانيه. انا كنحاول نخدم الشمال باش نخلي لكم هاد البلاصه تبان لكم. غنزيدو عده اخرى، تبعوا غير الطريقه. غناخذوا بحال دابا عطينا هنا كنخليو واحد جوج، في الثالثه عاد كندخلوا ليبرا. غنخدموا دابا داك الدريس ديال الهرم، الدريس ديال الهرم انا دابا كنديرو ديال ثلاثه. عندي هو الدريس ديال الهرم ديال ثلاثه، الدريس ديال الهرم على حسب الذوق ديالكم. اللي بغى يدير الدريس غير يصوبو على الدريس ديال الجوج ممكن، الهرم ديال الجوج ممكن، ولا بغيتو ديرو بحال كي دايره انا دايره ديال ثلاثة. يعني دابا انا كل ثقيبه كندير فيها عده. طريقه هاد الخيط القدامي ولا الجهتي سبق لنا شفناها، كنظن دابا راه تكونوا حفظتوا الطريقه. دابا ما عليكم غير الانتباه وصافي. دابا هذا ضرس الهرم ديال ثلاثه، دابا غادي نغلفو. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة، انا كندير فيها خمسة باش كتجي عامرة. غادي نجيو دابا للجنب ديالها، غادي نخليو ثقيبة خاوية ونزيدو الثقبة اللي حداها. يعني بالنسبة لفوق الراندا كتجي كيجي الحساب باين وكيجيو قد قد، هذاك الحساب كيسهل علينا باش نجيبهم في نفس الحجم. دابا غادي نبدا نعمر. ملي كنبدا نعمر كنجيب ديما الخيط للجهه ديال الصدر ديالي، وكنحاول نعمر هاد الخريصه. كنعمر الخريصه على ما نجي موازيه مع هاد الوسط ديال الراس ديال هادي، نوصل لحد لهنايا. يعني نتوما لاحظوا الطريقه ديال التعمار. دابا ها
انا وصلت للوسط، غنشد الراس ديال هادي وغنمشي بنفس الطريقه باش كنعمر، غادي ندخل الراس ديال اللي برا في الراس ديال الهرم وكنمشي به باش كيتبت في الوسط صافي، وكنكمل التعمار ديالي عادي على هاد الطريقه. وحنا غاديين حتى كنوصلوا للتالي. ملي كنقربوا نوصلوا للتالي هاد البلاصه ديال الوسط كنشدوها بحال كنجبدوها شويه هكا باش كتقبط مزيان صافي. دابا عمرناها، ها هي غادي نخليو تقيبه خاويه ونعدو في التقيبه اللي حداها، تقيبه خاويه ونعدو في التقيبه اللي حداها. دابا غادي ندير عاوتاني الدريس ديال الهرم، على هذا الشكل. انا ديما ملي كنجي نخدم معاكم كيخرج ليا الخيط من اللي برا. نعاود ننزل لكم غير باش نوريكم. هكا لاحظوا غير الطريقه، الناس اللي سبق لهم كيخدموا هاد الاشكال هادي غيلاحظوا غير الطريقه، اما بالنسبه للناس اللي مبتدئين عاد كيتعلموا يعني خصهم يعرفوا الدقه ديال الحاجه، انا غنزيد نشرح خصهم ينتبهوا لطريقه الخيط فين كيتلاح، واش لهاد الجهه ولا الجهه ديالي. هادشي اللي كاين، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. دابا الخيط قصر غادي نبدلوه، بحال تشوفوا نيت الطريقة ملي كيتسالى لينا الخيط كيفاش كنديرو باش كنكملو. غنشدو هذا، غنشدوه مع الحرف ديال هكا ونقبطو مزيان. غادي نجيب انايا ليبرال في الحرف ديال هادي، كاين اللي كيبدا غير من هاد البلاصه هادي وكيعرف كيفاش يتبت، ولكن بالنسبه للانسان اللي مبتدئ من الاحسن اجي لهنا للجدر ديال هادي باش ملي تكوني كتخدمي ما تعذبكش بحال هكا. وكنخدمو خدمتنا عادي، كنخليو تقيبه خاويه وتقيبه كنعمروها نديرو فيها العطه، نديرو القوس. غير ملي تكونوا كتلوحوا هاد القوس حاولي تجيبيه بحال هكا وتقبطيه هكا في الراس وعاد تهزي من هاد الجهه هادي باش يجيك العبار ماشي مع 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 هاد العلو ديال هاد المثلث صافي. وغادي نولي نرجع، كتمشي وترجعي وتمشي باش هاد القوس كيجينا ثابت قابط مزيان. دابا غادي نبدا نعمر نفس الطريقه كي عمرت الاولى، الخيط طويل كيبقى يقبط. غتبقاو تعمرو حتى توصلوا للوسط، قلنا باش نجيو موازيين مع هادي. واخا يكون المثلث هكا ضروري عينينا من هو ميزاننا، يعني كنديرو هكا باش كنشوفو فين غادي تجي الوسط قبالتنا. هاتي الا ما حكمتيها مايله ما كيجيش المنظر ديالها مزيان. دابا انا وصلت للوسط، غناخذ الراس ونجمعو معاه.
كنتمنى تكون هي الطريقة باينة وواضحة لكم مزيان. أما بالنسبة لهذا القوس، كاين اللي كيخدم بالحساب، كيحسب من هنا لهنا شحال ومن هنا لهنا شحال، وكاين اللي غير عينيه ميزانو، يعني كيمشي. انا كنضبط في العبار هنايا في الحرف ديال الرنده بالحساب باش كيجيوني قد قد وخلاص. انتي هاد التعميره ديال القوس كتكون عينك ميزانك، بغيتي تخدميها بالحساب كتبقى النظريه ديال كل واحد على حسب الذوق ديالو كيفاش كيخدم. المهم الطريقه ديال العين والحاجب هي هادي، هي هادي. دابا غنتوقف هنا باش نوريكم كيفاش غادي تدوزو عاوتاني بالشوكه من الفوق. دابا هنا مثلا الخيط تسالى ليا في هاد البلاصه هادي، ياك. غادي ناخدو خيط بلون مغاير، غادي نديروه في الابره، غادي نديروه في الابره، غادي نشدو هاد الخيط هذا غنقبطوه مزيان، ما نطلقوش منه، نقبطوه مع هادي. هاو وغنثبتو، انا راه فاش كنجي نخدم كنكون هاد الصبع هذا مطقيه بهادي وميمطو هاد الخيط هذا، راني شاده هكا مع الحرف باش ملي تجي تعمري هاد البلاصه ما ترخالكش، تتخدمي ديك الاولى والثانيه عادي يمكن لك تطلقي منه. بنفس الطريقه، وهاد الخيط ما تقطعوش، علاش؟ لان حيت كنكونو كنكملو حنا تسالينا خيط كنجبدوه شويه هكا، هانتوما لاحظوا تجمعات لي ما بقاش داك التفيجه اللي باينه. هذا ما تقطعوش حتى تخدموا مثلا هاد البلاصه وهاد اللي حداها، عادي الا شاطت شي حاجه تقطعوه، ما تقطعوش من الاول، تتخدمي عليه باش يثبت مزيان في بلاصتو. هانتوما لاحظوا انا كنشدو مع الخيط وكنضرب عليه من الفوق، كنضرب عليه من الفوق، المهم كنخدم عليه من الفوق. صافي كتبقاي ماشيه بحال هكا، كديري داك الشويكه ديالك كيما كديريها في الحرف ديال التوب، كديريها فوق الطريس هكا، كتبقاي ماشيه وحيده قدام وحيده، وحيده قدام وحيده حتى كنكملو. هذا هو الدرس ديال العين والحاجب. وكاين اللي كيدير هاد العين والحاجب بلا هاد الدرس ديال الهرم اللي في الوسط، كيديرهم خاويين، كيجيو خريصات خاويين وهما من الفوق دايزين بالشويكه. بالنسبه للبريم ديال الخيط، كاين اللي كيبرم كيبغي الدرس رقيق كيدير غير جوج ديال الشعرات، كاين اللي كيدير جوج ديال الشعرات ونص، كاين اللي كيدير ثلاثه ديال الشعرات، ولكن الشوكه اللي كتكون من الفوق كتكون غير على جوج ديال الشعرات دائما، كيكون هاد الشوكه خصها تجي رقيقه باش كيجي مزيان الدرس، ما كيجيش عاوتاني مخبز. وبالنسبه للبريم على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو. هانتوما شتيو، عاد قطعت انا داك الخيط اللي خدمت عليه باش كيتبت مزيان في بلاصتو، كيجي بيان فيني، ما كيجي في المنظر مزيان. صافي غنبقاو مستمرين بهاد العمليه حتى كنكملو الشويكه ديالنا حتى الاخر.
الاستعمال ديالو والطريقة ديالو مساهلة، خصنا غير شوية ديال التركيز. شنو هو الصعوبة اللي فيه؟ هو كيخصنا هاد القويصات نضبطو القياس ديالهم، يجي القياس ديالهم والعبار مش في المنظر كيجيو قد قد. كما كنخدمو على الراندا كتسهل علينا الحساب، كيكونوا فيها ديك التقيبات. اما الا كنا كنخدمو على الحرف ديال التوب بحال هكا كنكونو غير كنوازنو، حتى دابا كنمشيو غير كنوازنو يدينا، كنقبطو العبار غير بعينينا. صافي كنبقاو ماشيين على هاد الطريقه حتى كنوصلوا للتالي. انا فضلت نخدم لكم على الراندا لان كاين بزاف ديال الناس اللي متخوفين يخدموا فوق الراندا، كيعرفوا يخدموا غير فوق التوب عندهم تخوف من فوق الراندا. يعني سهله الطريقه، بالعكس خدمه فوق الراندا سهله. صافي هكا نبقاو ماشيين حتى نكملو ان شاء الله. اذا هكا كتجي الطريقه هانتوما كما كتشوفوا امامكم، القياس والعبار وكل شيء. كنتمنى تكون الحلقه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى يكون فدتكم. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وانا خليوني نكمل الكميه ديالي.